السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 تابع معنا الفيديو للنهاية أولا بالنسبة لأسعار اللحم سعر كيلو فراخ الأبيض 89 جنيه سعر كيلو مهات الأبيض 72 جنيه سعر كيلو فراخ الساسو 103 جنيه سعر كيلو فراخ البلدي 108 جنيه بالنسبة لأسعار الكتاكيت سعر الكتكوت الأبيض من 27 جنيه إلى 29 جنيه سعر الكتكوت الساسو من 17 جنيه ل 19 جنيه سعر الكتكوت البلدي من 8 جنيه ل 10 جنيه بالنسبه لاسعار البيض كرتونة البيض الابيض 150 جنيه كرتونة البيض الاحمر 150 جنيه كرتونة البيض البلدي 155 جنيه في النهاية بشكركم لحسن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته